احييكم عبر شاشه التلفزيون اللبناني ورح اكون معكم بحلقه جديده من حلقات مأكول لانا. اهلا وسهلا فيك ست فيفيان، كيفك؟ كيف صحتك؟ ماشي الحال. المعلم، عيد المعلم ينعاد على جميع الاساتذه. امين. ينعاد عليك شيف، ويعني شو ما قلنا ما فينا نكفيك، بس بندعي لك طول العمر والصحه. تسلمي تسلمي. ومثل ما دائما بحب اقول لك، الارض تطلع لك والسما تنزل. تسلمي، اهم شيء الصحه. وهو على طول مثل ما بيقولوا الموظف على طول قاعد بده مساعدة أو معاملة بيجي واقف، أما الأستاذ على طول واقف والتلميذ اللي بياخد المعلومات قاعد. هيدي الأستاذ، مشان هيك واقفين أنا وياه. حلقتنا اليوم أنا والست فيفيان كبة اللقطين بحشوتين، حشوة السبانخ وحشوة الجوز. لكل كيلو لقطين بدي 250 جرام برغل، في اقل شوي وفي يزيد شوي. بدي بصلي بقلبه صغير اكبر شوي وسط، ملح، بهار اسود حلو، ونتفي صغيره قرفه ناعمه، وثلاث ملاعق طحين او ملعقتين ونص. نحن اليوم مستعملين 2 كيلو لقطين، هاي اللقطين قدامكم، وعاملين كيلو سبانخ. هالسبانخ على فكرة ما تكون منيح تغسلوها، ست زوان أخذت معي هيك تبحير وشايل ونقل على الوعاء الثاني، يطلع كله تراب ورمل لآخر زومين صار المي رايقة ونظيفة، وشوفوا كيف عم تنزل على الصينية اللي هي بعد المي. يا هنبلش بالشغل. نحن حاطين مشان ما نضيع وقت، لأنه بناخد وقت كتير على الهواء اليوم. حاطين ماي على النار لتغلي وحياخذ اتصال. الو، راح الاتصال، راح الاتصال. كان في ست حابه تحكي معنا، معلش هلا بترجع بتحكي. حط ملح شوي. حطي ملح، هذا ملح من يماما. هالبرنامج هو برعايه يماما من الصويا صوص، دبس الرمان، خلي البلسميك، خلي العنب، خلي التفاح، المربيات على انواعها، الباستا كمان كانت الباستا او المعكروني، الكاتشب، المايونيز، مظاهر موارد، كلهم من يماما. هاي الحشوة مش هيك؟ ايه. هاللقطين هون شلنا راسه، هلا بنزين فيه. انا تركت هون شوي من القشر لعلمكم كيف منقشره، ما منشيل منه كتير، شيء بسيط منه بخل، بس ما هو نحن بحاجة لإله. ناخد اتصال. ألو ألو ألو، بونجور شيف أنطوان. نعم. الله معك. الله يحفظك. ليك بدي أطلب منك شغلة. نعم. في برنامج على فتافيت، في برنامج بيقول على اللبناني. نعم. عم تطبخ هالست مرتبة ومهذبة ونظيفة وكل شيء، بس هالطبخات ما شامين ريحة لبنان. طيب شو خصني؟ تيجي هون نحن هون والطبخات بمدري وين. طيب أنا شو خصني؟ لا أنت ما خصك شيء بحياتك، ما تفهمني غلط. أنت ما خصك شيء أكيد. بس عم بستنجد فيك، خليها تعرف تطبخ بجرسونا هالطبخات اللي عم تعملون. نحن يحضرونا ونحن على اللبناني الاصيل. يلا يسلموا دياتك. ودياتك الله معك. تسلمي كلك ذوق. هذه طبخه من تقاليدنا اللبنانيه والصياميه، نباتيه، الحشوه والعجينه. هاولي من جوا منشيلهم منجوفها. هذا بزر اللقطين دوا شايف، بيتيبس وبيتاكل بزر. بشيلهم بالكف؟ شيلهم بالكف. إذا بدنا نغنجهم هيك
هاللقطين منظف خالص بنشيل منه البزر والالياف الشعيرات الداخليه يلا وهي كمان من اللي معروف بنقطع بهالشكل وبعدين بنقطع على السلق شقف تقريبا بهالحجم هلا هي كل ما صغر راس اللقطين بدي عزبه تحطيهم دغري في مي اكثر بتحس بيبقى قطره ما بيكون ايه. قاسي لانه ما بيكون نشف كبير كبير كثير ونشف على الشمس بس يكبر حطينا مني معروف يا هنبلش بأول حشوة يلي هي حشوة بالزيت هلا نحن شايف كاتبين انه الاثنين كيلو بده نص كيلو ضروري مزبوط 2 كيلو صافي او بيب لا لا بدون هاو بدون القشر هاوريك 2 كيلو هاو 2 كيلو هاودي قبل ما ينزلوا صافي. قبل ما ينزلوا على المي 2 كيلو صافي قبل ما ينزلوا على المي وبناخذ اتصال الو الو مرحبا شيف انطوان مرحبتين يا اهلا وسهلا فيك عم بحكيك من الحدد اهلا وسهلا فيك حبيبي بدي اسالك شو الرسات تعطيني الرسات تبع عجينه السمبوسك ايه تكرم عيونك بس ما تطلعش يعني عم تطلعش معظمه ما تعظم اخر شيء يعني بس تنقل او شيء تكرم بخاطر عيونك يلا بسمعك على التلفزيون ايه زيت زيتون أوكي. تكرم حبيبي منيح غطي على العيون غطي او ياخذوا الماي بدون بين 9 و11 دقيقة حسب نوع اللقطين مثل ما قلتي اذا كان صغير بيكون طري شوي اذا كان كبير بيكون ناشف اكثر ينشف وبيبقى اطيب صغير تبقى مايته فيه هلا لنفترض نحن شايف شلناهم طحمناهم إذا حدا ما عنده ميزان يعني طلعوا عنا بالكبايات كبايتين من هودي لقطين معصور نعم بياخدوا كباية برغل إذا انعصر بياخدوا كباية هلا كمية البرغل اللي إلها مناش مثل قلب الجاتوه حساسة ما بيأثر شوي برغل زيادة شوي برغل أقل ما بيأثر وملعقة طحين ملعقة أكثر بدي ملعقتين ونص لكل كيلو كبار إلا إذا عصرناهم منيح منيح من قبل بنهار وبردوا معنا ساعتها بتاخد ملعقة مثل ما بتقول لأن بتلاقي حرام في ستات بتقول لك أنا ما بسترجي بتفرط معي ليش ما بيكون عندها ميزان هيكي بتكيل شو ما بتسترجي تحط طحين يعني؟ لا ما بتسترجي تعمل الكبة ايه حساسة هي بدها معلمية حساس مش حيالله شخص بيقدر تزبط معه هلا رح نبلش هيدي بصلة لقلب اللقطين لقلب الحشوة العجينة سقطي لي اياهم بالمكنة سقطي يا بتنزل من فوق وهو بدي اياه هون حشوة الجوز خليها جعتيني اياها طنجرة يا نسوي فيها حشوة الجوز Thank you.
بس يكون عنا عريض نقصه بالنص بضله جانح. يلا حط شوية زيت كمان. زيت زيتون. زيت زيتون. لا نشد على ايدنا بيمشي حاله. حطي الزيتات حطيتيهم. يلا حطي البصل اللي معروف. البصل اللي هي حشوة الجوز هي أكثر. البصل لإلها هي بتحب البصل. بتحبها. في منهم بحطوا بصل قد السبانخ، يعني كمية البصل قد كمية السبانخ. وهو طعمته بتظهر طيبة لما يتقلى البصل. في عنا السمبوسك قبل ما يجي اتصال. بس طلعتيك هالبصلة وبلش نكون. لأنه بده إياها تقرقش. في طريقة للتقرقش معه حق. أول شيء السمبوسك يقرقش. سوري. ما فينا نحط أول سببين مشان تقرقش ما يطلعوا. إذا حطينا بالعجينة خميرة ما بتقرقش، لأنه عجينة السمبوسك اللي على أصولها. يلا ضيفينا ملي معروف شوي شوي. إيه شوي شوي نزلين. عجينة السمبوسك بدون خميرة لا تقرقش. الشغلة الثانية والأهم، بدي افرك الطحين بالزيت او بالزبده وافركن هيك هيك. شيل وافرك ليختفي اثار الزيت او الزبده. فينا نسويها بالزيت وفينا نسويها بالزبده، اثنين صح، بس بدون خميره. نفرك لكل كيلو طحين بدنا 250 جرام سمنه او زبده او زيت. وفي نوعية 200. أول شيء هاي ما نضيفه على الطحين، ما بنضيف شيء معه إلا ملح. نفركها هيك منيح منيح ليختفي أثار الزيت أو الزبدة أو السمنة. برجع أضيف عليهم مي فاترة وبعجنها. بريحها نص ساعة وبشتغل فيها وبيطلع عنا أطيب عجينة سمبوسك. تكرم عينك وأهلا وسهلا فيك. هاي ملعقة تانية حطي حركيهم ليدبلوا مع بعضهم. هلا رح بلش بفرم الجوز. الجوز بفرمه خشن. فينا على المكنة بس خشن. برجع بقول هيك بده يكون خشن. حركي هيك شوي. بالحشوات اللي فيها خضار شيف بدهم ينحط على النار لحتى يدبل. هلا ايه في منهم بيسلقوهم بيرجعوا بحطوهم. ايه منا صح، بس هيدي افيد، هيدي احلى، بضل خواص صحيا احلى. نعم
وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور شيف انطوان، كيفك؟ كتر خير الله، مشكور ربنا، طول عمرك معلمي. بدي اسالك كيف بدي اعمل مربى اللقطين واذا ما عندنا كلس؟ بيسوى بلا كلس بس ما بيقرقش. بس ما بيقرقش، ما بيقرقش بس بيسوى بلا كلس. كل كيلو لقطين بتحط له كيلو سكر، بتكون معطوا شعف، بتحركن معهم وبتتركن 3-4 ساعات او من عشية لعبكرة. بعدين بتحطن على النار مع ورقتين عطر، 3-4 حبات كبشير فول، وبتغليهم ساعة وربع. اخر شي شوية عصير حامض. تكرم. هو الكلس شاف من الصخر يعني؟ نعم صخر. نعم من الصخر. من الصخر بيغلوه، بحطوه تحت النار بس مش نحن يلي يعني بيشتغلوا معامل، بينها 20 ساعة النار بتضل متواصلة عليه. هيدا الحجر الأبيض بصير كلس منه، هو بيقسيه لشقفة اللقطين، بس وظيفته تقسيه ليقرقش. غير الكلس اللي بيستعملوه بالبناء وهيك، هو زيته، هو زيته ولاد العم. يا والحوارة؟ لا غير شيء كليا. هاي الجوز منضيفه على البصل، هيك بالعملية السبانغ محل ما عم تحرك الست فيفيان، كل الغذاء تبع السبانخ بعده موجود معنا بنفس الحشوة. انتبهوا، هذا الشيء الأصح. نضيف برش حامض، الحشوة هي يعني إجمالا أطيب حشوة للمحاشي. مظبوط. بتمد يلا في عندك حطي لي سماء وملح عمل معروف. كمان بتحب السماء؟ ايه. وهذا ملح. الحوارة من الصخر؟ الحوارة من التراب. من التراب الحوارة؟ تراب من التراب بشلوي، اسمها نوعة حوارة. كيف في عرمل، في كلدان، في كذا، في شحاري. هي حوارة بيستعملوها للدبس، هي بتساعد على شد الدبس، بس يصال يعصروا معه شوية نبيد. كل 10 لتر، بما أنه سألتي، كل 10 لتر من عصير العنب أو التفاح تاخد 200 جرام حوارة يعني قوية. ايه تاخد مفعولة منيح يعني. ايه. وبناخد اتصال. الو 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 مرحبا مرحبا، الشيف انطوان معك، تلفزيون لبنان. الو نعم مرحبا شيف انطوان. مرحبتين، يا اهلا وسهلا فيك. بليز بدي اسالك. نعم. نعم حبيبي عم بسمعك. الحلاوي كيف بيعملوا الحلاوي؟ ايه تكرم عيونك. حلاوي. تكرم. هاي الحشوة. يا نطفي النار.
ونشيلهم نصفيهم. هلا اصولا ما بيتبلدوا، بس لازم يضلوا اقل شيء 3-4 ساعات بالمسفيه. بس بتعرفوا ما معنا وقتنا، وكل شيء مباشر عم نحضر لكم اياه، ما منجيبها منقول عملنا هيك وعملنا هيك، بالعكس بدكم انتو تشوفوا وتتعلموا. هلا خليهم نضفلهم شوية مي، حطيهم نبردهم شوي لفينا نعصرهم ما نحرق ايدينا. هون بضلني حرك لنشف اكبر كميه ممكنه من مية السبانخ. هون بطحن بهالوقت انا البصله، شوي خلي صفوا وهلا بنجي انا وياكي. حطي لي الحمص هون، عملي معروف سماء بهار اسود حلو شوي قرفي، وخلي لي الحشوه كلهم. لا حشوه بهار اسود وقرفي بس. اوكي سماء هو كلهم حطيهم يروحوا كلهم، وبشوي بهار اسود حلو شوي قرفي. حط لهم ملح شيف، حطيت شي ملح؟ أنا مش حاطط شي. إيه بلاش أعمل لك أنا، حطيت حطينا ملح هونيك بالسلق. وبناخذ اتصال. ألو ألو، يعطيك العافية. الله يعافيكي، اهلا وسهلا فيكي. شيف انطوان، بدي اسالك بالنسبه للحلو يلي بنعمله مثلا مع قطر. نعم. اذا فينا نحن ما نحط له سكر بقلب العجينه مثل النموره مثلا؟ ما بكفيها. ليه؟ شو بيصير فيها؟ يعني اذا انا بدي احط كثير قطر شو بياثر بالطعمه او بالعجينه؟ لانه ما بيدخل القطر على كل العجينه. بس السقيه إذا طلع شو شقفي مش وصل لها عطر تطلع معك غير طعمي كليا. أوكي. هلا فيكي تخففي. فيني خفف سكر؟ نعم، يعني إذا في محل كباية ونص محطوط فيكي تحطي نص كباية أو ثلاث أرباع الكباية فيكي. أوكي. طيب بدي عزبك بشغلة، إذا فيك تعطينا عجينة نمورة بس قاطع ما فيها. إيه تكرم عيونك. شكرا كتير، يعطيك بدون العافية. حليب تكرمي. في النار عندك. يلا بدك تيجي تساعديني. يلا. أعطينا كيس، كيس. لأنه هلا مستعجلين، يفضل إنه يكون عندنا كيس. مثل كيس اللبنة، حطيه هون. بنحطهم بقلبه لنخفف منهم الماي، نعصرهم. هلا في حال ما بدنا نشوي شيف، انه ما بدنا نعلق. اعطيني برغل. برغل برغل برغل. يلا نزلي يا هايلي، لا تاخذ اول قسم.
هلا مش عم نقصه منك بس خليه ياخذه بعده. بلشي جيبي لي التوابل، البصل، البهار، القرفة والملح فرد مرة. حطيهم كلهم، حطيهم كلهم. قرفة لإلهم هولي. حطي ملح. حطينا بالسلق، هلا بنحط هون كمان. إيه لواحد السلق تتغسلوا. راحوا. يلا. أعطيني الطحين. هودي 5 ملاعق لأنه 2 كيلو، كل كيلو بده 2.5 ملاعق. جيب إذا بدك الجار، هاد الجار، حط شوية زيت بكعبه. عم تنعجن مزبوط مع بعضها، بتاخد بعضها مزبوط. ندهن جاط أو صينية، شوية زيت، نرجع بحط البرغل الكمية الثانية اللي بعدها عندي من بعد ما أخذوا بعضهم هوديك، والبرغل بده يكون ناشف مش لازم يكون أبدا في ماء. بس يلا عم تاخد بعضها، خليك يا حدا احسن ما تهرب، لكون انا شرحت لها للمدام النموره القاطعه في الحلاوه. ومناخد اتصال في لي يا شوي لنسمع. الو الو بونجور. بونجورين شيف انطوان، معك تلفزيون لبنان. يعطيك العافيه شيف انطوان. الله يعافيك يا عيني. شيف انطوان انا اخذ من عندك عيارات الكبسه اللقطين وبعملها دائما. نعم. بس الي فتره كل ما عم بعمل كوارات الكبسه اللقطين بحطها بالفريزر وبيجي بدي اقليها عم تفرط مع الكبده، بس فيك تقلي شو السبب؟ حساسة رخوة شوي عندك. رخوة مش هو كيف لازم تشيلها من الفريزر دغري على القلي؟ دغري على القلي ممنوع تحليها. ساعة لحتى لا لا ممنوع تحليها. الو. ايه نعم عم بسمعك. ممنوع تحليها ممنوع. اه من الفريزر دغري على الزيت السخن؟ مزبوط. شغلة تانية. الو. ايه عم بسمعك. شغلة تانية، انتوا عم تقرصيها. إذا بدك تحطيها بالفريزر. نعم. حطي ملعقة نشا. نشا، حط ملعقة نشا بالعجنة كلها. لا، ملعقة نشا مع 3 ملاعق مي. إيه. وحطيهم على إيديك أنتوا عم تقرصي. إيه نعم. وسكريها بتطلع بتكمش معك أكثر. بتكمش معي أكثر. نعم. طيب، سؤال ثاني شيف أنطوان. تكرمي. إيه. إذا عندي فطاير بالفريزر كمان بدي أخبزها بالفرن، هلا لي فترة بس عم بعمل العجين وعم بخبزهم عم بيبسوا بعد ثاني يوم ما أكون خبزتهم،
هل برأيك النار واطية ولا في عندي مشكلة؟ لأنه العجينة عندي ما تغيرت. لا بدك تعمليهم على نار قوية. إيه. ودغري تشيليهم من الفريزر دغري على الفرن. آه لازم دائما تكون وقت الشيء من الفريزر كمان ما بدي حل حلون. دغري على صينية وعلى نار قوية بالفرن. مزبوط مزبوط. طب بعد سؤال شيف أنطوان عم بعزبك اليوم. لا تكرم عيونك. يعطيك ألف عافية الله يطولنا بعمرك. وأنت اليوم عيد المعلم وأنت أستاذ المعلمين فعلا قد ما علمتنا أشياء بهالحياة يا شيف أنطوان. تسلمي كلك ذوق. شيف أنطوان امبارح أكلت من باتسري كعك مثل الكعك بحليب بس متشعمي بدون حليب على بردان. بليز فيك تعطيني عيارات هيك شيء لحتى أعمل بالبيت. إيه تكرم عيونك. يلا معي ورقة وقلم لو بدي عزبك. تكرمي يلا هلا بشرح لك إياها يلا. أوكي. بس لما نطبق هيدي بنفوت على الفرن. أوكي مكتي لقلي. إيه الماي بس رجعي فرجيلي الماي إنه هودي بدهم أكثر من كيلو طحين، كيلو نص طحين، يلي ما عنده كيس ما يستعمل أو يعملها من عشية لعبكرة. خلص شيلين، وعطيني الجات. عطيني إياه شوي. نزل اليوم ندعكم شوي نسويها نحطها بقلب الفرن. اعطيني اياه. طلعت على القد لا اخذت معي. حطي لي حشوه من هيدي. بزيادة جيب ورقة منشان ما تطلع عالي كتير بحطها هيك وبكبسها لدخل الحشوة جواتها. نرجع ونحط بها شوية ماي سكين صغير من جروحة من مسح للجات
عم نكتر كتير. يلا فوتيها على الفرن هون وحطيها به، هي احلى. يعني توقف عم حط علنية وانتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا أنا وست فيفيان. هلأ لكن صار عنا حشوتين، إما فيكم تحشوها متما عملنا بالسبانغ والحمص وقرية البصل وزيت الزيتون والسماء وبهالأسود الحلو والقرفة، أو بتحشوها بحشو التاني جوز. هلأ برجع بشرح لناخد اتصال. ألو ألو ألو، الشيف أنطوان معكم، أهلا وسهلا فيكم. تلفزيون لبنان، صوتي مبحوح. ألو، بقولوا اتصال جديد. أوكي نرجع الحشوة التانية. الحشوة التانية إلا بصل، بتكون شوي بصلتين كمان، بنحط معهم فنجان قهوة زيت زيتون، بنقلبهم على النار ليدبلوا ويبلش لونهم يشقر، منضيف عليهم البصل السماء، منضيف عليهم الجوز المقطع خشن، نقلبهم مع بعضهم كمان ملح ونشيلهم. هلا فينا نضيف لحشوة السبانخ برش حامض، فينا نضيف دبس الرمان، فينا نضيف اثنين سوا مع بعضهم، كل واحد حسب ما هو بيحب. بس في حال ما عندكم دبس رمان على مسؤوليتي، برش الحامض هو كافي له، ولا نزل الحامض صار بخمسة آلاف لانه بطل في تصفير حمضيات، صح؟ ايه فين يبرشوا. على كل حال في شيء واحد عم ينزل. لنرجع للنموره القاطعه، قبل لنفرجيكم انه هاي الصينيه هي بالفرن عم تنشوى، بدها بالفرن النار من تحت على طول وطالبه لفوق لتستوي قلبها. النموره القاطعه نص كيلو سميد، كباية طحين فرخة، وفينا نعملها قد بعضهم، يعني كبايتين ونص سميد وكبايتين ونص طحين فرخة، في بتزبط ما فيش مشكلة، لأنه طحين الفرخة هو سميد ناعم هو نفسه بس على أنعم. كيف في برغل خشن وفي برغل ناعم على أخشن. نرجع منضيف عليهم، ما بدي سكر كتير، يحضيف أنا فقط نص كباية عليهم سكر، بس هي عادة لأنه النمورة منعرفها حلوة، يعني ما حدا بياكل قطعة نمورة غير ما يكون الحلى ظاهر عليها مش مثل الصفوف، مشان هيك بينحط معها وبينحط حد منها عليها القطر. بعدين نحن كنا نضيف هون كباية وربع كباية ونص، منضيف ملعقة صغيرة ونص من خميرة البيرة وملعقتين صغار بيكون بودر، مش رح ضيف لها أي زيت نباتي عفوا، ونضيف لها ثلاث ملاعق ونص، مش رح ضيف أي شيء غيره لأنه قاطع. نخلطهم مع بعضهم مزبوط، بجيب صينية بدهانها طحينة، يفضل حرفة واطي، والدهن دايما بس نقول دهن دهن، بندهن مش نكتر، بندهن على الخفيف. بعدين نضيف عليها النمورة، منحط ايدنا بالماي ومنمسحها، من اكيد بنعجنها بمي فاترة لتصير عجينة شوي رخوة كمان، بس نحطها بالصينية، بحط ايدي بالماي وبمرغها مزبوط عليها، بجلسها، بجيب سكين بقطع تقطيع شكلي مثل ما عملت هلا ست فيفيان بكبة اللقطين، بجيب فلقة لوز أو حبة صنوبر أو فلقة فستق سوداني، بنحط وحدة وحدة منهم، الأفضل إنه نريحها ربع ساعة تلت ساعة، مستعجلين ما بيأثر، بنفوتها على فرن، الفرن الحرارة من تحت درجة حرارة 180-190، بدأ بالفرن بالأول نص ساعة إلا خمس دقايق والحرارة من تحت، بعد نص ساعة إلا خمس دقايق منطلعها. أنا زيحها تزيح شكلي يعني هيك،
وهيك هون برجع بدي غمقهم ليه؟ لتدخل الحرارة على نص النمورة وما تطلع معي النمورة معجنة. بغمق بالسكين من هيك. يفضل انه وقت بدنا نساوي نمورة ما نساويها بصينية تفال او تفلون منشان ما نجروحها، او في سكاكين بلاستيك بنساويها بسكين بلاستيك. برجع بدخلها على الفرن 7-8 دقايق لينشف قلبها منشان ما تطلع معجنة. بكون حاطط على النار 3 كبايات سكر أكتر، عفوا يعني هون مجبورين ما فينا نعمل. منحط 600 جرام سكر مثل ما قلت أنا النمورة معودة إنه تكون حلوة، يعني 3 كبايات. بحط لهم 2 كباية ماي مع قشرة حامض، بغليهم على النار 3-4 دقايق. في إذا بدي أضيف لها شوية مزهر شوية موارد إذا بدي، ومن اليمامة بشيل النمورة من الفرن سخنة، القطر على النار سخن ضيفها وبسقيها فيها تشرب. هلا في ناس بحطوا أقل قطر تطلع معهم ناشفة، هاي المشكلة بس، يعني ما بتطلع مثل السوق. يعني نرجع شرحكم عليها من بعد ما أخذ الاتصال. ألو بونجور. بونجور شيف أنتوان. نعم شيف أنتوان. شيف أنتوان بدي أقول لك شغلة. هلا أنا نحن مش على التلفزيون طبعا، مش مباشر، لكن صوتك لزلعيمك انت شبه هون، بس انت قلي منحن مباشر على الهواء. لا ما في هواء لان قلين مؤتمر مع مصري هيدا ليك خيي. نعم. لا اقول لك شيء، انا صار لي 15 سنة قريب ما بقرب. نعم. ولا زلعيمي ولا بلغم ولا سعلي ولا شيء. بدي انصحك بشغلي، بزر كتان تطحنه كيف تطحن السمسم للطحينة، عم نطحنهم نحمصهم. بزر الكتان، بزر الكتان مع سكر نبات مطحونين مع بعضهم ناعمين، وكل يوم على بكرة على الريق بتحط معلقة بتمك بتزلي لك صوتك وزلعيمك. معلش إذا تسلمي. أنا عم باخذهم مع عسل. يلا تسلمي. لا ما بيعملوا شيء مع العسل، بدك تاخذهم هيك على الريق بلا معلمية عليك، أنت شايف ما بدي مين يقول لك، بس تسلمي. مطحونين كيف نطحن للطحين البزر الكتان نفس الشيء. ما انا عم حمصهم واطحنهم. لا بتروح كل شيء منهم. لك لاقول لك شغله، البابا الياسر بيز سامع فيه اللي بيغني موال بغداد اذاعه لبنان؟ نعم. سامع فيه؟ نعم. الياسر بيز بكون والدي، وهو لما بيكون بده يروح على الاذاعه بده يسجل الاسطوانات ولا تسجيل الشريط بيعمل هالشغله هاي ني، بده يكون مطحون. اذا حمصتهم راح كل شيء منهم. طيب بنجربون هاي على كده، جربون كل يوم. انا عم بقول لك قريب ما بقرب المناعه بتقوى عنا وبيبعد كل الامراض بلا معلميه عليك. وبعدين اليمامه كل بيتي وكل اصحابي بنصحهم باليمامه لو عملت دعايه. تسلمي كلك ذوق كلك ذوق. تسلم. انا كنت حابب احكيك على المباشر يعني، بس ما كان طلعت معي، كثير تعذبت لي سنتين بدي اطلبك ما عم تزبط معي. شكرا كلك ذوق. هذا من حبتك ني، بدي يكون بلا معلمية عليك ني، وشي 10 حبات سكر نبات مدقوقين ومطحونين بعدين معهم، وصفهم كل يوم الصبح على الريق. تسلمي كلك ذوق. يلا ميرسي. لنشوف هون شو صار عنا. هات لننقلها شوي لهون او خلص ليوب بعده بارد، هيدا بنخليه بارد. يلا الحلاوة والكعك القاطع. ايه بيجيبوا هالكيس سقع. عم يسألوا لمخرجنا من وين بيجيبوه، بسد البوشرية مؤسسة الحاجة التجارية، تليفون 01-888-0001 حقه 35,000 يعني دولار وربع. يا بلاش. لنكمل. أول شيء لنرجع للنمورة. إذا مفكرين، انتبهوا أنا زلمي صريح، إذا مفكرين إنه هاي النمورة شلناها وبدنا نحط قليل قطر منشان ما نزيد السكر، ما بتطلع مثل نمورة السوق. هي شو اللي بيسخسخها؟ قلبي سخسخها للنمورة بتشرب هالقطر وبتبرد عمهلة، هالقطر بيشد هو اللي بيخليها شادة
وبخليها مايعة بعدين بس ناكلها ولكن حلوة. برجع بقول إذا ما أنا بعدني حاطط أقل برا لكل كيلو من السميد مع كبيتين طحين فرخة بحطوا لهم كيلو ونص قطر، كيلو ونص سكر، مشان هيك بتطلع معهم كتير. هلا الحلاوة، الحلاوة بنجيب الطحينة، كل كبيتين طحينة ضيف عليها كباية ونص سكر، بحركهم بغليهم على النار، ضيف عليهم بالأخير شوية مزهر وشوية موارد، بس تبلش تفقفي وتعمل هيك تدبيق على بعضها. إذا بدكم تحطوا معها فستق حلبي مطحون فينا أو جوز أو شوكولا، إذا ما بدكم فينا نحط على الوعي ندهن زيت ونحط هولي على الوعي، وإذا ما بدناك شيء منشيلهم ونسكبهم بوعي ونتركهم ليبردوا وبتطلع عنا الحلاوة. وفي منهم بحطوا قد ما بحطوا طحينة بحطوا سكر، بس أنا عم خفف شوي سكر علي. راح أشوف مقادير كبة اللقطين بالحشوتين. معك القاطع بالليمون. أول شيء بنجيب نص كيلو طحين عادي أو طحين الحلويات اللي بدكم إياه، طحين قمحة كاملة، بنضيف عليه كباية طحين فرخة، نضيف عليه زيت نباتي اتنينتهم مع بعضهم، فنجان قهوة وملعقتين، خميرة البيرة ملعقة صغيرة، بيكون باودر نص ملعقة صغيرة، سكر كباية، بخلطهم مع بعضهم، بجيب ليمونتين بردقان أبو صرة أو شموت البنية أو صغير، بعصرهم، بتكون مصوبة الليمونة لأنه بدي البرش تبعها، ببرش البرش عليهم وبرجع بضيف على عصير الليمون وبعجنهم بعصير البردقان. هلأ في حال خلصوا البردقانات العصير وضلنا قصتين صغيرة مي ما بيأثر، منضيف لقلون قليل من المي العادية الفاترة، بتنعجن لتصير عجينة متماسكة شوي طرية، بغطيها وبتركها نص ساعة تختمر مع بعضها، بعدين بشيلها بشيل منها قطع بعملهم بشكل حبال، بقطعها بطول 12-13 سنتي على قد الخنصر، بلفها على بعضها وبجيب صينية بلمعة زيت. برجع بقول كيف التلميع، منحط شوية زيت بالصينية وبمحرمة مايدة منلمعة تلميع، يعني ما بيسوى زيت كتير، شي بسيط زيت منحط عليها، بعدين إذا ما أنا وقت نحط 10 دقايق تختمر من بعد هالعملية أو ربع ساعة أحلى، ما معنا وقت منفوتها على الفرن، كمان بالفرن الحرارة من تحت الصينية بالنص أو ما فوق بدك خبز تقريبا شو 25 دقيقة 22 ل 25 دقيقة بدرجة حرارة 180-190 وبيطلع عنا كعك ببرش البردقان أو كعك بالليمون. تكرم عيني وأهلا وسهلا فيكي. كل عيد معلم. كل عيد معلم وأنتم بخير. من عيد كل الأساتذة بكل لبنان.
ما علينا، شو فايق شاف هيك بالمدرسة شي كنت؟ والله فايق كل شيء بعد ما نسيت شيء. انت وصغير رزال مش ناسي شيء؟ لا صغير ولا كبير بعد ما فايق له. أكتر أكتر مادة كانت هي الاستظهار العربي. كنت تحفظيهم؟ يعني انه هاو مجبور تحفظهم، كيف ما كتب الشاعر بدنا نحفظهم بعد بدش. يا جيبيه جيبيه خلاص، فيش معنا وقت بقى. نعرف انه بعدين بدها وقت. مين هاي كبة اللقطين مخبوزة؟ قلنا فينا نسويها بحشوة تين، حشوة السبانغ أو حشوة الجوز. ست فيفيان أنا بشكرك. خلص الوقت؟ خلص الوقت. إيش الوقت وين بيركض؟ عم تسوي كبة لقطين. ملاش الكباية غالي، 7000 عم بيبيعوا الكباية هيك الصغيرة. ست فيفيان نحن بنشكرك على معاونتك على كبة اللقطين. حلقتنا لليوم انتهت، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام. نشوفكم بخير ودائما عبر شاشة التلفزيون لبنان. نقلكم باي باي.